مي اون بريفير هذيك القضيه ديال العكز ديال شي واحد يعطيني شي حاجه بلا ما فيا ما نديرها انا. وهذا هو كما تيقولوا لي زاميريكان البانش لاين ديال هاد ديال الحياه، هو واش انت ولا انت مستعد انك دير 20 مره داكشي اللي كتنتظر تاخذ. بزاف ديال الناس غتلاقاوهم في محاضرات ديال هادشي ديال ديفلوبمون بيرسونيل غادي يهضروا لكم على غمض عينيك حلم بشي حاجه راه غتجي لعندك، بقى تسنى راه غتجي لعندك. انا فاش كنت نخدم في الجنوب ديال المغرب كنت نقرا في كازا، كنت نسالي الخميس مع ربعه كنشد الكار مع الخمسه كيوصل بيا لكازا نغد ليه مع السبعه الصباح، كنقرا الجمعة والسبت والحد كنسالي مع الربعة كنشد الكار عاوتاني كنصبح عاوتاني الاس الزرق تنخدم مع التمرين. اي سي سا لا كلي، كاين سر لا تحاف كاين الخدمة. الا كانت عزيزة العيون هنايا سي غراس ا سون ترافاي، حيت بو ريوسير يل فو دو شوز لا ثالثة لهما، خاص تكون بريباري وخاص تكون اون اوبورتونيتي. المشكل اللي عندنا فاش كندير دي فورماسيون على انسيرسيون بروفيسيونيل تلقاو ان كلشي عنده سي في وكلشي عنده سي في بحال بحال، سبحان الله العظيم حتى في الوزير كتلقى لي من الوزير ليكتور فواياج سينما اخر كتاب قريتي اونتيغون. النقطه مهمه ديال الناس علاش؟ باسكو الناس حنا علمونا ان الناس مهمين. كاين عندكم مثال باش نشرحوا هذه القضيه هذه، كاين واحد البلاصه في الدار في كاع الديور تقريبا تقدر تكونوا ما تتعرفوهاش مزيان، هي كاينه سميتها الصالون، عرفتوها ياك؟ تقدروا تكونوا جلستوا فيها شي مره في الجو الضياف فوالا. وكاين عاوتاني في الكوزينه واحد الطباس الفوق، هذوك محال واش كليتي فيهم كاع. وسهلا وسميت المعيده ديالك بصباغه ديال الفرن حتى تعطيهم العيالات في العراسات داكو سيفو بلي. هادشي تيضحك سي فغي تيضحك، ولكن راه هادشي اللي ربانا على ان الاخر اهم مني، ان احسن تبسيط تناكلو فيه فاش تيقول الاخر، ان الصالون خصو يبقى نقاد الاخر. دونك اي واحد اللي هو الاخر اون فوا كنتلاقى به كيبان لي احسن مني با ديفينيسيون. هاد الناس اللي كتشوف فيهم كاملين وهاد الناس اللي غتلقاهم في لافاك دابا كاملين 99% ديالهم ما غتشوفوهمش من هنا 10 سنين، ما تبقاوش تعاودوا تتلاقاو بهم بتاتا بتاتا. اي دونك سي دوماج ان واحد ما غنتلاقاش به من هنا 10 سنين، غنتلاقى واحد عام عامين خمس سنين ماكسيموم يجي يبدل لي حياتي يبلوكيني ويمشي. التواضع ماشي هو تكون مدلول، التواضع ماشي هو تكون فقير وتجلس مع الفقراء، التواضع هو تكون غني وتجلس مع الفقراء. فاش غتمشي لان اونتروتيان لونبو تقول له ما راك عندك ليكسبيريونس، نو يفو سي فوندغ. اي دونك كاين بزاف الناس عايشين في عقلهم، عايشه بداخلهم ما كاين حتى حاجه برا. لا ما يمكنش تحيد المجتمع، هو المجتمع ديال اليوم سمعوه الناس ديال البارح، المجتمع ديال غدا كيسمعوه الناس ديال اليوم. دونك اوني اون تخان سوبيغ واحد الواقع، ولكن اوني اون تخان دو كونستخويغ واقع واحد اخر.